وايد زغلول، ويلا بينا نبدأ قصتنا. ليه كده؟ حرام عليك، ليه ضيعت حقي؟ انت عارف الناس هتقول عليا ايه؟ هتقول الناس؟ ما تقول اللي تقوله. سعيد بيه دفع مبلغ معتبر وهتقدري تعيشي بيه ملكة. سعيد بيه بتاعك ده دفع لك تمني بعد ما اعتدى عليا وسرق شرفي مني، وانت وامي قبضتوا تمني. يا بنت هدي بقى، انا اعرف دكتور هيرجعك زي ما كنتي وخلصنا خلاص. انا لا هروح لدكاتره ولا هتنازل، والفلوس دي ترجع لي، انا مش هسيب حقي. وقبل ما نبدا حكايتنا اعرفكم على بطلتنا، واللي اسمها هاله، عندها 25 سنه، طيبه قوي ورقيقه. وفي يوم طلعت من اوضتها وجوز امها اللي كان قاعد بالفانيلا كان بيقول لها: اهلا يا اختي، كل ده نوم؟ ناموسيه الكحلي. اصطبحنا واصطبح الملك لله. عايز ايه يا عم حنفي؟ عايز فلوس، قاعده عندي واكله شربه نايمه. ايه هي وكلام من غير بواب؟ سويقه يعني؟ طب ما انا قلت لك هجيب لك فلوس ان شاء الله، بس الاول هتقبل في الشغل بتاع النهارده. ماليش فيه اتقبلتي ولا لا، الفلوس تكون عندي ولا تغري في 60 داهيه. ماما يرضيكي كلام جوزك ده؟ ما انا ترمي في الشارع وانت ساكته. خلاص بقى يا حاجة حنفي، عشان خاطري انا سيبها كام يوم وان شاء الله تلاقي شغل النهارده، وعلى اخر الشهر تقبض وتديك اللي انت عايزه. اهو انتوا كده، انا لا باخد معاكم حق ولا باطل. جاتك ده يا تاخدك انت وبنتك. قال كلامه وسابهم ودخل ينام. مبسوطه كده انت يا امي؟ جوزك عمال يبيع ويشتري فيها على مزاجه وانت ساكته. يا بنتي ما هي المصاريف كتير عليه برضو، هيجيب منين بس؟ ايه يا ماما، يوم يهز طوله كده وشوف له شغلانه بدل ما هو طول اليوم نايم ومش راضي يشتغل خالص. بقول لك ايه، كفايه برضو ان احنا قاعدين في بيته. يا بنت هدي بقى براحتك يا ماما، افضلي انت دافعي عنه وتعالي على بنتك براحتك. ماشي. هلا طلعت من البيت ووقفت تاكسي وراحت العماره اللي فيها الشركه اللي هي تشتغل فيها. واول ما وصلت لقيت سكرتيره وكانت حاطه ميك اب كتير ولبسها كله خفيف وضيق. سعيد بيه موجود؟ هو انت اللي هو مستنيها؟ قصدكي انا مش فاهمه. مش انت البنت اللي جايه تشتغل في مجال التسويق الالكتروني هنا؟ ايوه انا، وعندي انترفيو النهارده مع سعيد بيه. ايوه هو مديني خبر ومستنيكي جوه في المكتب بتاعه. هلا سابتها وراحت عند المكتب وخبطت الباب وسمعت صوت من جوه وبيقولها تدخل. واول ما دخلت لقيته راجل كبير في سن ابوها تقريبا، وده طمنها شويه. دخلت وقفت قدامه. اهلا وسهلا، انا هلا محمد اللي كلمت حضرتك امبارح عشان اجي استلم شغل التسويق الالكتروني للشركه. طلعتي احلى ما كنت متخيل. لو سمحت حضرتك ممكن تقولي انا هقدر اشتغل هنا ولا لا؟ انت اشتغلتي خلاص يا قطه، وكمان بمرتب حلو قوي، 6000 جنيه. طيب شكرا لحضرتك. ممكن اعرف انا مكتبي فين وكمان التفاصيل بتاعت الشغل؟ السكرتيره بره هتفهمك على كل حاجه، بس اهم حاجه ما تمشيش النهارده غير لما اشوف شغلك واقول لك بقى رايي فيه. تحت امرك يا فندم، بعد اذنك. هلا طلعت بره والسكرتيره عرفتها شغلها ماشي ازاي، وبعدين قعدت شغاله اليوم كله لحد ما الليل جه والسكرتيره مشيت، وكمان مشيوا الكام موظف اللي كانوا في المكتب. وقامت هي وراحت عند سعيد المكتب وخبطت على الباب: تعالي يا هلا ادخلي. دخلت هلا وحطت الورق قدامه. اتفضلي يا سعيد بيه، ده كل شغلي بتاعي النهارده. سيبك من الشغل دلوقتي واقفلي الباب ده وتعالي جنبي. نعم، تقصد ايه حضرتك بالكلام ده؟ انت هتعملي فيها مش فاهم حاجه، انا يا دوب هديكي 6000 جنيه في الليله، ولو عجبتيني هديكي الليله اللي بعدها قدهم. ده انت راجل حيوان وابن 60 في 70، وانا بقى غلطانه ان انا جيت اشتغل عند واحد زيك. وقف سعيد ومسكها من ايديا جامد. على فين يا حلوه، هو ادخل الحمام زي خروجه ولا ايه؟ اقسم بالله لو ما بعدت عني لا صوت وهلم عليك امه لا اله الا الله. وريني مين هينجدك مني النهارده يا قطه. بعد شويه طلعت هلا من المكتب وهدومها متقطعه وشعرها منكوش ووشها كله كدمات ودموعها مش مبطله تنزل. وفجاه طلع واحد على السلم، واول ما شافها: ايه ده، مالك فيه؟ ايه اللي عمل فيكي كده؟ دمرني، ضيع شرفي واعتدى عليا. سعيد منصور صح؟ ايوه هو اللي عمل فيه كده، انا خلاص اتدمرت ورحت في داهيه. تعالي معايا. طيب انت مين انت كمان وعايز مني ايه؟ منك لله. ايه دي، انا مش عامل لك حاجه، بس انا اكتر حد ممكن يساعدك ويجيب لك حقك من ابن يعني من الراجل اللي جوه ده. وايه اللي يثبت لي كلامك ده؟ بصي انا مش هاخدك بيتي، وعشان تطمني هوديكي اوتيل. تمام، وانت ايه مصلحتك مع الراجل ده؟ ايه يا ستي، مش وقت الكلام ده هنا. سعيد لو طلع وشافك واقفه معايا هيخلص علينا احنا الاثنين. مشيت معاه وركبت عربيته اللي حصل لها خلاها تتنفض ودموعها مش مبطله تنزل وخايفه من اقل حاجه. وقف عمر قدام محل ملابس غالي. ممكن تنزلي عشان اشتري لك كام حاجه تلبسيها؟ لا لا لا، مش عايزه حاجه، رجعني بيتي لو سمحت. لو رجعتي بيتكم دلوقتي هتحصل معاكي مشاكل، اسمعي كلامي وخليكي معايا
وانا اظبط لك الدنيا واقسم لا اجيب لك حقك. انت ليه بتعمل كده؟ ايه مصلحتك انك تساعدني؟ انا بعد اللي حصل لي ده مش هصدق ان في حد ممكن يعمل خير. عشان الراجل ده بقى يبقى جوز امي، ضحك على امي وخلاها تتجوزه ويجي عايش عندنا في القصر، وفي يوم اعتدى على اختي اللي عمرها 20 سنه وطلق امي وخفى كل الادله. وبك انت انا اقدر اجيب حق اختي اللي راحت بعد ما رماها من فوق. طب انا هنزل ازاي من العربيه بمنظري ده؟ ما تلاقيش المحل ده بتاع والدتي اصلا. وهلا نزلت معاه ودخلت المحل وقابلتهم ست كبيره بس شكلها حلو وباين عليها الحزن قوي طبعا من لبسها الاسود. من دي يا عمر؟ وايه اللي عمل فيها كده يا ابني؟ انا كنت رايح لسعيد عشان المقلب اللي عمله فيا، وان المكتب بيتقفل بتاع المحامي بتاعي، ولقيت البنت دي كانت طالعه من عنده بنفس المنظر ده. ضحيه جديده ليه؟ نفس اللي عمله في اختك زمان حصل في البنت دي. ممكن اي حاجه البسها لو سمحتي؟ ايوه يا حبيبتي تعالي يا بنتي. اخدتها منال وجابت لها هدوم واخدتها مع البيت وخلت عمر راح يبات في اوتيل. جوز امك ده ايه؟ ما عندوش احساس؟ وامك دي مش ام، مستحيل تكون ام. للاسف هم اهلي وماليش غيرهم، دول ما يستاهلوش والله انك تكوني معاهم. امك اللي لحد دلوقتي ما اتصلتش تسال عليكي دي مش ام. بس انا لازم اروح عندهم، لازم يعرفوا اللي حصل لي، جايز يفوقوا ويقفوا جنبي في اكتر وقت انا محتاجه لهم فيه. طب تعالي يا بنتي نامي وطمني، عمر ابني محامي شاطر قوي، هو ما عرفش يجيب حق اخته بس انا واثقه المره ديت انه هيجيب حقك وحقها. وتاني يوم في مكتب سعيد صحي من نومه ولقى في وشه عمر كان قاعد وحطت رجل على رجل. ايه ده انت دخلت هنا زي حيوان؟ ده انا اوديك في 60 داهيه. الداهيه دي انت اللي هتروحها يا سعيد، وقريب قوي هخليك تعفن في السجن وهجيب حق اختي. وريني هتعملها ازاي؟ انت نسيت اني بالواسطه خليتك تقفل المكتب بتاعك؟ روح بقى دور على حد يشغلك وبعدين تعالى كلمني. ها هلا محمد عيد، البنت اللي انت اعتديت عليها فاكر امبارح اهي عندي بقى. ايه ده انا هوديكم في داهيه؟ يعني بعت البنت الصايعه دي عشان تلبسني قضيه؟ لا يا سعيد، انسى انك المره دي هتفلت منها زي ما فلت من اللي عملته في ميار اختي. وحق ميار وحق هاله وحق كل بنت انت عملت فيها كده ودمرت حياتها هاجيبه منك. البنت دي هتخاف تكلم يا حبيبي، اصلا انا مش بقرب من واحده الا لما اعرف ايه اخرها هي واهلها، ده قبل ما تقع في طريقي. اصلا بعد التقرير بتاع الطب الشرعي اللي هيثبت كل حاجه هلا هتبقى مراتي، وانا بقى بجيب حق مراتي واختي. وحياه امك لا تفنك حي، لو حصل لي حاجه وسمعتي تمثل بشويه ميه همحيك من على وش الدنيا. مش هتلحق يا سعيد. مش عمر وافتكر شكل اخته لما كانت هدومها متقطعه ومرميه من فوق وصورتها مش مفرقه خياله خالص. عمر وصل البيت ولقى هلا ومامته واقفين ومستنيينه. يلا عشان ما نتاخرش. انت كويس يا عمر؟ الحمد لله يا ماما ما تشغليش بالك. مشيت منال وركبت هلا العربيه وراحوا المستشفى، وبعدها دخلت هلا تعمل التقرير بتاع الطب الشرعي، وطلعت بعد شويه وقالت هو كده خلاص انا كده اقدر اروح؟ لسه هتيجي تعملي توكيل عشان ارفع القضيه النهارده قبل بكره. بس انا خايفه سمعتي هبوظ والناس هتقول عليا ايه. انا معاكي وهخلي الناس كلها تتعاطف معاكي ضده، سمعتك انت واختي في نفس الكفه يعني ما تخافيش. تمام يا استاذ عمر انا معاك في كل اللي انت ناوي تعمله. خدها عمر وعملت له توكيل ورفع القضيه، وبعدها وصلها البيت عند جوز امها ومامتها وجي يمشي بالعربيه، بس شاف عربيه سعيد مركونه قدام بيت جوز امها. دخلت هلا البيت ولقيت في وشها سعيد وكان قاعد مع جوز امها وكمان مامتها وقدامهم شنطه مليانه فلوس. اتنفضت بخوف. انت ايه اللي جابك هنا؟ انت لو ما مشيتش انا هصوت وألم عليك الناس كلها. ادي يا بنت انتي البيجانة هنا وحكينا على كل حاجه. خلاص كده يا هاله اديتك انتي واهلك اكتر من اللي تستحقيه في الليله اياها، فاكره؟ اطلع بره يا حيوان انت، اطلع بره. انت بتعمل لنا يا حيوان؟ اطلع بره واياك تقرب منها تاني، فاهم ولا لا؟ خلاص انا خلصت كل اللي جاي اعمله، معلش بقى ابقى دور على قضيه تانيه عشان تجيب بيها حق اختك. ومشي سعيد. انتوا ازاي تاخدوا منه الفلوس دي؟ انا هرجعها له، الراجل ده دمر حياتي، اذاني وعايشني اسود ليله في حياتي. يا بنت ما خلاص بقى، هو دفع مبلغ كبير وهينسيكي اي حاجه. ليه كده؟ حرام عليك، ليه ضيعت حقي؟ انت عارف الناس هتقول عليا ايه؟ هتقول الناس يعني؟ ما تقول اللي تقوله. سعيد بيه دفع مبلغ معتبر وهتقدري تعيشي بيه ملكه. سعيد بيه بتاعك ده دفع لك تمني بعد ما اعتدى عليا وسرق شرفي وانت وامي قبضتوا تمني. يا بنت دي بقى انا اعرف دكتوره هيرجعك زي ما كنت وخلصنا خلاص. لا انا لا هروح لدكاتره ولا هتنازل، والفلوس دي ترجع انا مش هسيب حقي. بنت انت بتعلي صوتك ليه؟ الفلوس دي مش هترجع وانت تسمعي اللي هقولك عليه وخلاص. هي مش هتتنازل على حاجه، الفلوس عندكم بس هي حقها هيتجاب وانتوا بقى تنسوها خالص، هي ملهاش اهل
وانت تطلع منها جدع انت عشان تتكلم بالثقه دي كلها، تكونش خوف الرضاعه واحنا ما نعرفش. انا المحامي اللي ماسك القضيه، بس بعد ما اطلع من هنا خلاص هبقى جوزها. جوزها ازاي؟ اسمعي يا بت، انت لو اتجوزتي اقسم بالله لا تبقي بنتي ولا اعرفك خالص. انا اصلا ماليش اهل يا ماما، امي راحت النهارده زي ما ابويا راح. مشيت مع عمر ودموعها غرقت وشها بحزن وكسره وكمان خزلان، واول ما طلعت مع العربيه كانت بتقول: هو ايه الكلام اللي انت قلته فوق ده يا استاذ عمر؟ عشان ما حدش يأذيكي هتجوزك وهدافع عن مراتي. صدقيني كده سعيد مش هيقدر يقرب منك، ولو دفع كنوز الدنيا لاهلك ما حدش هيقدر يخصبك على حاجه. بس انت ليه تتجوز واحده زيي؟ لا من مستواك ولا شبهك، وكمان انت عارف كويس اللي انا فيه. بس انا عايز كده، وكل اللي انت بتقوليه ده مش فارق معايا، واهم حاجه عندي اجيب حق اختي، وفي نفس الوقت انا هخلصك من مشكله كبيره لما يعني تبقي متجوزه ومطلقه. انا اسفه مش هقدر اوافق. انت عايزه ايه؟ هو انت كنت تحلمي ان حد يجيب لك حقك اصلا؟ انت كان اخرك يديك القرشين اللي رماهم لاهلك وبس كده، انا اللي هعمل لك قيمه واجيب لك حقك منه. انا مش عايزه منك حاجه، وشكرا قوي لحد كده، المحامين مالين البلد اصلا، مش عايزه منك حاجه. لو سمحتي استني، انا اسف ما كانش قصدي اقول لك كده، بس بلاش تستفزيني، انا اللي فيا مكفيني. وانا اللي فيا اكتر منك، انا واحده اتداس عليها من الكل حتى اهلها. اصلا كلامك ده مش فارق معايا، ولازم اتعود عليه، لاني عايشه في مجتمع اسهل حاجه عنده انه يجي على البنت ويطلعها غلطانه حتى لو كانت ستين مظلومه. انا اسف ورحمه ابويا ما كنت اقصد اضايقك، بس الجواز ده في مصلحتك، انا زي ما هدافع عنك بدافع عن اختي وبجيب حقك وحقها، ووعدك ان مفيش حاجه هتتم غير بموافقتك انت، ولو مش عايزه خلاص انا اشوف حل تاني بس هيكون ضعيف. موافقه، بس انا عايزه اطلب منك طلب. تحت امرك يا هاله. انا بعد القضيه دي مش هقدر اعيش في مصر تاني، انا عايزه اسافر اي بلد تانية، مكان ما حدش يعرفني فيه. تمام اعتبري حصل، والبلد اللي هتختاريها هتروحيها واوفر لك شغل فيها كمان. تمام كده يا استاذ عمر اتفقنا. وبالليل في البلكونه بتاعت القصر كانت واقفه هاله وبتفتكر اللي حصل لها ودموعها نازله على وشها. جه عمر وقعد جنبها. ممكن تحاولي تنسي؟ لما تفتكري وتبكي صدقيني مفيش حاجه تتغير. يا ريت النسيان يكون سهل قوي كده زي كلامي استاذ عمر. مش قادر. انت بتضحك ليه دلوقتي؟ هي احزاني بتضحك قوي كده؟ لا لا مش قصدي والله، انا بس مستغرب ان واحده تقول لجوزها استاذ. تخيل بقى جواز اخر زمن. ابتسامتك حلوه قوي، يا ريت ما تبطليش تضحكي يا هاله، وسيبيها زي ما تيجي تيجي. معاك حق. المهم انا كنت عايزه اطلب منك طلب، وعارفه اني بقيت رخمه قوي في طلباتي. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. يا بنت الناس، هو انا متجوزك ليه؟ مش عشان ابقى مسؤول عنك طول فتره القضيه؟ فيا ريت بقى تتعلميها وتبطلي كسوف. ها هي ايه دي اللي اتعلمها؟ البجاحه، انك تطلبي من غير ما تتكسفي. والله العظيم انت فصيل يا عم. انا عايزه ابقى مكتئبه، مش عايزه اضحك. والله يا بنتي المفروض ما تبطليش تضحكي، ربنا مديكي ضحكه تريح اي حد يبص لها. ليه بقى عامله في نفسك كده؟ كل ده مكتوب لك ومش هتاخدي غير نصيبك. معاك حق. ممكن بقى اقول لك الطلب بتاعي؟ اصلا انت عمال حضرتك ترغي ومتواني عنه. لا طبعا سامعك، اتفضلي. انا عايزه انزل اشتغل عشان اوفر مصاريفي. تاني يا هاله، طب هتشتغلي فين؟ انت في الزمن ده لو ما لقيتش حد واثق انك تشتغلي عنده ما تروحيش. ما انا بقول لك اهو عشان تدور لي يعني انت على حاجه مضمونه. وانا قلت لك من شويه اني اتجوزتك عشان تبقي مسؤوله مني لحد ما القضيه ما تخلص، وبعد ما هنتطلق وكل واحد فينا يروح لحاله هيكون الباسبور بتاعك جاهز، وكمان شقه باسمك في اي بلد تختاريها وشغل كويس. وانت من ذنبك حاجه في كل ده؟ انا مستعده ادفع كنوز الدنيا كلها، بس اشوف اللي حرمني من اختي واعذبها قبل ما تروح ملفوفه على رقبته حبل المشنقه. تصبحي على خير يا هاله. قال كلامه ودخل اوضته، وكانت هاله بتبص له بحزن. وتاني يوم اتقبض على سعيد بالبلاغ اللي عمله عمر، واثبت التهمه عليه بالتقرير بتاع الطب الشرعي، بس المحامي اللي معاه عمل طعن في التقرير وطلب يتعاد من الاول ويطلع سعيد من الحجز بس يتمنع من السفر بره مصر. يعني ايه التقرير طلع كدب ازاي؟ يا بنتي مش كدب، بس هيتعاد كشف طبي دقيق وبمراقبه النيابه، وان شاء الله حسن المره دي مش هيخرج. ما تقلقيش يا بنتي، المره دي سعيد مش هيقدر يفلت منها. قرب منهم سعيد وقلب عصبيه. بتحلمي يا منال فاهمه؟ انا مش هيحصل لي حاجه، وابنك قدامك اهو، وبقول لكم قدامكم اخر فرصه، لو ما بعتهوش عني هخليكي تترحمي عليه زي ما هي بنتك اللي راحت بسببي. وانت يا بت اسمعيني بقى، هما مش هيحموكي مني، وانا زعلي جحيم وممكن يقضي عليكي، وانا بقول لك اهو قدام الكل، لو راجل فكرت مس شعره من اهلي او من منى يا سعيد هنشوف يا عمر. سعيد مشي من قدامهم ومنال قالت بخوف: عمر خلي بالك يا حبيبي،
ده شيطان ام السهل. ما تخافيش يا ماما، ده اخره كلام والله. هو لو في خطر من ناحيته خلاص واسمع كلام مامتك. بس هبل انت كمان، مش هيقدر يعمل لكم حاجه ولا حتى يعمل لي حاجه. يلا نروح. مشيوا كلهم بس ما راحوش البيت. عمر اخدهم وراحوا اتغدوا في مطعم كبير. وكانت هلا قاعده متضايقه قوي. ايه رايك يا هلا في المكرونه دي؟ حلوه قوي، شكرا على العزومه دي. شفتي يا ماما، بقول لك ايه، انا مش بحب الكدابين ابدا، وهلا اهي هتنضم لهم اهي. ضحكت منال وهلا قلب بقلق. ايه انا مش بكدب والله. لا كدبتي، انت ما اكلتش حاجه اصلا. وقال ايه؟ بتقولي على المكرونه حلوه، يبقى ده ايه بقى؟ معلش بس انا ماليش نفس والله. لا ما انا مش جايبكم احسن مطعم في مصر ودافع قد كده وتقولي في الاخر ما فيش نفس. طب والله يوم اكلك بنفسي وهخلي بقى الناس تتفرج علينا. لا خلاص هاكل اهو. وتاني يوم هلا راحت وعملت الكشف الطبي تاني عشان التقرير، وطلعت لقيت عمر مستنيها. هو هيطلع امتى يا عمر؟ بكره الصبح ان شاء الله. وما تقلقيش، الدكتور اللي مسؤول عن التقرير انا عارف كويس جدا ومستحيل يزور في حاجه. يا ريت والله. هو انت هتروح معايا؟ لا انا هوصلك البيت وارجع تاني انا عشان اشوف حوار المكتب بتاعي اللي اتقفل بسبب اللي ما يتسمى ده. ايوه صح، هو انت زي المكتب بتاعك اتقفل وانت بتصرف فلوس قد كده؟ في يا حاج الله اكبر، انا ابويا الله يرحمه ساب لنا حاجات كتير قوي وتقعدني في البيت من غير شغل كمان، يعني ملك. بس محسوبك بقى بيحب شغله قوي. ربنا يوفقك يا رب. انا ممكن اروح لوحدي؟ رد عليه سعيد اللي ظهر فجاه. لا 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 عمر، مستحيل يسيبك لوحدك ابدا. انت ايه اللي جابك هنا وعايز ايه اصلا؟ ما عرفتش ابارك لك على الجواز، فقلت بقى اجي ابارك لك دلوقتي. قرب منه وقلب خبص وصوت واطي كلمه وحشه جدا عليها. انت لو نطقت كلمه كمان على مراتي هتفنك مكانك ومش هستنى اجيب حقهم بقانون. انت حبيتها ولا ايه؟ لا وهي تتحب قوي. عشان خاطري يا عمر بلاش، تعالى نمشي من هنا. عمر مسك ايديها جامد ومشيوا وركبوا العربيه، وكان سايق وهو متعصب جدا. انا قلت لك بلاش نتجوز وانت اللي صممت، وهو هو عارف يستفزك و ممكن تخلصي خالص. انا مش طايق اسمع صوتك اصلا. انت ازاي بتكلمني كده؟ انا ما قلتلكش تيجي تساعدني، انت اللي عملت كده من نفسك على فكره. عمر وقف العربيه قدام البيت وفتح لها الباب. انزلي يا هاله، ويا ريت لما ارجع ما اشوفكيش تاني خالص، سامعه؟ حاضر يا عمر. ونزلت من العربيه وراحت اوضتها وفضلت تعيط، ودخلت لها منال. حصل ايه بس يا بنتي؟ مالك؟ مفيش حاجه يا طنط، بس افتكرت اللي حصل. ربنا يهون على قلبك يا بنتي. فضلت منال في حضنها لحد ما نامت، وصحيت بالليل ما لقيتش منال جنبها. قامت طلعت من الاوضه وسالت الشغاله، وهلا قالت هي مدام منال فين؟ مدام منال نامت يا هانم، اصل الساعه واحده بعد نص الليل، انا بس كنت بخلص الحاجه اللي ورايا. هو عمر رجع ولا لسه؟ لا يا هانم لسه ما رجعش. هلا قلقت عليه وراحت قعدت في البلكونه، وبعد شويه شافت عربيته، والعربيه بتاعته دخلت القصر ونزل منها، وكانت راسه ملفوفه بشاش ابيض. انت كويس؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ ممكن تجيبي لي اي حاجه كلها، انا نزفت كتير. حاضر من عينيا، ثواني واجيب لك. راحت جهزت له الاكل وطلعته له اوضته وهو اكل، وبعد ما اكل جت عشان تطلع بس قال لها استني معلش خدي الاكل ده، اصلا انا مش عايز انزل تاني. حاضر ماشي. قام عمر وقفل الباب وحط الاكل على جنب وقال لها انا اسف، انا ما كانش قصدي اضايقك الصبح. عادي يا عمر حصل خير. هلا انا ضايقت من كلامه عشان حبيتك ومش قادرة اتحمل انه يجيب سيرتك بحاجه. لو سمحت يا عمر انا مش هقدر اكمل معاك وخلاص، اخرنا القضيه. تمام اللي يريحك يا هلا. هلا طلعت من عنده وراحت اوضتها وفضلت تعيط وخايفه تقوله على مشاعرها يبعد عنها بعد كده بسبب اللي حصل. وعدى شهر واتقبض على سعيد وتحسب على كل اللي عمله، لان في بنات كتير لما عرفت بقضيه هاله راحوا واعترفوا على اللي عمله فيهم، واتحكم عليه بتحويل اوراقه لفضيله المفتي. وهاله كانت هتسافر وكانت راكبه في الطياره ولقيت فجاه ان عمر ركب جنبها. عمر انت بتعمل ايه هنا؟ هنقضي شهر العسل وهنقعد بقى هناك، انا هحاول شغلي هناك وهعمل بيزنس كويس قوي. انت هكمل مع واحده زيي وهتسيب مامتك؟ ايوه هكمل مع واحده زيك، ضحكتها سحرتني وجننتني معايا، وماما مش هنسيبها. بعد شهر العسل ما يخلص هتيجي عندنا. وبعيدا عن كل ده بقى، بحبك يا هلا، يا اجمل واطيب بنت شفتها في حياتي. وانا كمان بحبك قوي يا عمر. ولحد هنا القصه خلصت خالص، ولو عجبتكم